هلا والله في حلقة جديدة من أنت وشن. شخصيتنا في الحلقة الماضية كانت Agent 47 من لعبة هيتمان، وهذا الأسماء الأشخاص اللي قدروا يجيبونه. والحين خلونا نبدأ. عاش مع أمه في طفولته لأن أبوه كان يشتغل في تصميم السفن الفضائية ويترك البيت لفترات طويلة، وقرر أنه يدرس الهندسة لما يكبر مثل أبوه في جامعة راقية، بس ما قدر أنه يوفر مصاريفها. بعدها انتقل إلى جامعة أقل مستوى وقدر أنه يأخذ الشهادة وانضم إلى البحرية وترقى بشكل سريع لأنه عبقري، وارسلوه إلى الفضاء مع وحدة الطوارئ عشان يستكشفون خلل في سفينة فضائية. ها، عرفتوا من هو شخصيتنا حق الحلقة؟ اكتبوا تحت في الكومنتس اسم الشخصية، وأيضا لا تنسون اللايك والاشتراك عساس تدعمونا ونجيب لكم حلقات أكثر من أنت وشنت وبرامج غيرها. كما كفاد الشيحة، يعطيكم العافية، مع السلامة.